نقف اليوم أمام المستقبل الذي نختاره ونبنيه للأردن بأنفسنا. في خدمة هذا البلد. ذكرى استقلال بناتنا الأردنية. 100 عام تنامت سنابلها خيراً وعطاء. قصة نضال وتضحية وبناء حقيقي أرسى مداميكه الهاشميون ومعهم الأردنيون الذين شكلوا الدولة الأنموذج الأكثر استقراراً في المنطقة والأبرز في الاستمرارية السياسية والقدرة على بناء المؤسسات. هي 10 عقود نقش فيها الأردنيون بالصبر والعزيمة والتضحية سيرة وطن أغلى ما فيه الإنسان. فمنذ أن أشرقت شمس الدولة الأردنية كانت الإرادة الوطنية منذ البداية منصبة على بناء مؤسسات يحكمها دستور عصري وتشريعات جوهرها قانون يعمل من أجل الجميع ويطبق على الجميع. فكان الأردن مثالاً للحكم الرشيد والعدل والتسامح والحزم في مسيرة يحميها جيش عربي مصطفوي ومؤسسات أمنية تبث الطمأنينة في النفوس. ونهضت الدولة مؤمنة بقدرة الأردنيين والأردنيات، فكان التعليم أول الأولويات، فانتشرت المدارس والجامعات وتنامت الخدمات بما يليق بحاضريهم ومستقبلهم، وزرعت الحقول والمزارع وشيدت الطرق والسدود والمعابر وبنيت المستشفيات والمصانع. وعلى مدار 100 عام أدركت الإرادة السياسية الأردنية أهمية الحفاظ على مقومات النمو والتنمية لخدمة الناس وتعزيز مصادر قوة الدولة عبر بناء اقتصاد معرفي منفتح على العلم والعالم تزدهر فيه الصناعة والتجارة والخدمات. فأبرمت الاتفاقيات الدولية لتفتح الأبواب واسعة أمام الصناعات الأردنية وتوسع الآفاق أمام التجارة والاستثمار لمزيد من الفرص والوظائف، فيما تتواصل الرؤى والأهداف لمجالات أوسع مع شراكات إقليمية ودولية. ولأن الأردن متحف مفتوح على حضارات إنسانية عظيمة وفي كل بقعة منه معالم طبيعية فريدة، كرست الحكومة جهودها لاستثمار هذا الإرث الكبير، فتعززت الجهود مع القطاع الخاص لإبراز هذا الإرث الحضاري والتنوع الثقافي لتكون مقصداً سياحياً جاذباً يسهم في تنمية المجتمعات المحلية ويرفد الاقتصاد الوطني. ولأنه وطن بني برؤى وأهداف توائم بين الأصالة والحداثة، كانت الريادة والانفتاح على كل جديد نهجاً لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي والمعرفي يقوده شباب زودوا بكل وسائل المعرفة. فكان الإبداع أردنياً في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والإقليم تقوده عقول أردنية وضعت نفسها في طليعة الرياديين والمبتكرين. واليوم نقف على مشارف 100ية لدولتنا العزيزة، نمضي نحو مستقبل واعد لأجيال الحاضر والمستقبل، فالأحلام الكبيرة تصنع أوطاناً عظيمةً.